الشرك نسأل الله العافية والسلامة ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. شرك جديد الله رب العالمين عافية غلو في دوق اسمه ده يو شركي أكبر ده غد شرك يو شركي أصغر ده ولوكي. إذا مات على الشرك الأكبر نسأل الله العافية والسلامة فهو مخلد خلود أبدي في النار. كثرت بشرك أكبر حالات كيسوك مرشو الله دي منغو تاسطي أوساتين وغا هميشه ده بارا بجهنم كده. مات على الشرك الأصغر يعذب بقدر الشرك ثم يدخل الجنة. كشرك أصغر حالات كي مرشو دخبل الشرك برابر بولا عذاب ورقول كيجي بيا بجنة تداخلية. تاب قبل أن يموت من الشرك تاب الله عليه. كتوبي چرتا اوستلا مخكد دينا چه مرشي الله رب العالمين توبة قبله. نعم الشرك الأكبر أمثل عليه. ده الشرك أكبر مثالنا الطواف حول القبور. ده قبرنا طواف كول. أي عبادة تصرف لغير الله هذا هو الشرك الأكبر. هر هغ عبادتك ده اللهنا بغير ده بلچا ده باركي ده شرك أكبر. يصلي لغير الله ده اللهنا بغير بلچا لمنزك. يصوم لغير الله رجاء بلچا لنسي. يحج لغير الله حج ده بلچا بنم. يسجد ويركع لغير الله سجدة وركوع ده اللهنا بغير بلچا. يخاف من غير الله كخوفي من الله ده غير الله أنا داس يريق لك سنجش ده اللهنا يريق. يذبح لأصحاب القبور ده قبرون ده بارا ذبح كول. يدعو أصحاب القبور ده قبرون ولا ربلل. كل عبادة تصرف لغير الله فهذا هو الشرك الأكبر. هر هغ عبادات يا غدا اللهنا بغير بلشا تقر ذول كي ده شرك أكبر. أمثل على الشرك الأصغر ده شرك أصغر مثالنا الحلف بغير الله ده اللهنا بغير ده بلشا فنم قسم كول. الحلف بالأمانة حلف بأمانة ما ده قسم كول. نعم أحلف بروحي بحياتي بحياة الأب بالقبور قسم بخبل زندقي باندي ببلار باندي بقبرونو باندي كول. نعم هذه الأشياء اللي يعلقوها التمائم والخرق وهذه الأشياء هي من الشرك الأصغر. أو ده شيء نجد التاويزونا أو كبري أو ده شيء نجد ولندي كورونو كي ده الشرك أصغر ندي. يصلي ويريد بهذه الصلاة مدح الناس رياء شرك أصغر. منسكي أو دمون مطلب إرادة دايش خلق داغي صفته كي خلق هو جدا منسكي رياء ده بارا ده شرك أصغر. يقول ما شاء الله وشئت. او دا خبر او کی چې الله خوخی او ستا خوخی لولا فلان لحصل لي حادث کدا فلانه نو نو ما سر دا کار نکید. مراتب المحرمات اربع. المحرمات اربع درجات. محرمات حرام کړی شوی څلور درجی دي. صغائر واړه واعلى من الصغائر الكبائر. او د دینه رسته چې کومه کبائر دي واعلى من الكبائر الشرك الاصغر. او د کبائر نه رسته به شرک اصغر دي واعلى من الشرك الاصغر الشرك الاكبر بیا شرک اکبر دي. لابد ان نحذر من هذه المحرمات. لازمي خبر چې موږ د دې څلور محرمات نه ځان وساتو. نتعلم حتى نجتنب. نعم هذه المحرمات بدي علم حاصل کو د دې د پارج دي محرماتنا لري شوې په جنو. ونحذر الناس منها والله اعلم. او خلقهم د دینه منکو والله اعلم.